نادي ممكن نقولوا الدور الاولى ديال هذا الافريكان سوبر ليغ لنادي هذه جديده، وبطبيعه الحال مشاركين فاعل الفرق البطله، وكنظن بان هذا عنده واحد الاهتمام اهتمام كبير، واللي يعني بغاو باش يعطيوها واحد القيمه كبيره، وهذه اللي غتزيد يعني من تشجيع فرق اخرى يعني باش تبغي تشارك يعني في هذه التظاهره هذه الجديده. وبطبيعه الحال كنعرفوا الان الوداد من بين احسن الفرق الافريقيه، كنعرفوا بان القيمه اللي ولات عند الوداد الان على المره التاسعه اللي كمر لدور المجموعات، وكذلك يعني كل تقريبا كل سنه الا كيمشي للنصف النهائي ولا النهايه، هذا اللي كيخلي الفرق يعني كتكون عندها كتبغي كما نقولوا ايفيتي الوداد يعني بهذه العباره هذه. وكذلك هذا كيزيد بان باش الوداد توا عارف بان اي فريق غادي يواجهه الا كيعرف الصعوبه اللي كتنتظره، يعني اي فريق كما كان النوع ديالو. ولكن بما انه نادي الوداد الرياضي اللي نادي كبير، نادي عريق، نادي اللي عنده القاب كثيره، او النادي من ناحيه الالقاب وكيف كيقولوا وداد الامه، يعني هذه السمعه اللي عند الوداد هي اللي كتخليه خصوصا المباراه ديال غدا بنيجيريا ما غاديش تكونش سهله، لان الخصم مستعد ليه خصوصا كيلعب بالميدان ديال، فغيبغي يحسم المباراه بميدانه. لكن كنعرفوا نادي الوداد الرياضي الان ولا اصبح من الفرق الخطيره خصوصا خارج حتى الميدان، اللي كيرجع بنتائج ايجابيه، وكنظن حتى الان بدا كيرجع يعني بذاك الايقاع ديالو، لان بدا بواحد يعني بواحد الطريق التدهور، هذا شيء طبيعي يعني في اي فريق. ولكن الان حسينا بان الفريق يعني بدا كيرجع الايقاع ديالو، بدا كيرجع المستوى ديالو، حتى بعض اللاعبين الان المستوى ديالهم رجع، يمكن نتكلموا عليه العملود الان المنادات عليه للمنتخب المغربي، هذا دليل بان لا العملود ولا لاعبين اخرين يعني الان في المستوى ديالهم، وهذا اللي غيخليهم ان شاء الله غدا غيقوموا بمباراه كبيره ويرجعوا بنتيجه ايجابيه. ملي كنقول نتيجه ايجابيه يعني كنقول التعادل ولا الانتصار، ولكن كنظن بان الوداد قادر باش يرجع بنتيجه ديال الانتصار ويحسم المباراه ديالو يعني بنيجيريا. البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.